السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي أعلن عن سعادته بفوز الفريق على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت بينهم على استاد برج العرب أو ملعب استاد برج العرب في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز. وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: أعتقد كانت مباراة قوية، ودايما في أول مباراة في بداية الدوري نرغب في بداية متميزة. فريق مانشستر يونايتد فاز على توتنهام بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم في قمة مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي. بكده أصبح يونايتد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، وتوتنهام في المركز الثالث برصيد 23 نقطة. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، نادي ليفربول حقق الفوز على فريق ويست هام بنتيجة 1-0، وده في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي. بالنتيجة دي بيتواجد ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، وويست هام في المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة. ومن ناحية تانية، فريق برينتفورد في تعادل مع فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المواجهة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي رفع تشيلسي رصيده للنقطة 20 في المركز الرابع في جدول ترتيب البريمير ليج، وبرينتفورد رفع رصيده للنقطة 14 في المركز التاسع. وفي الدوري الإسباني الليجا، حقق ريال مدريد فوز كبير على فريق ألتشي بنتيجة 3-0، وده في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري. كمان اتأهل بايرن ميونخ لدور 16 من كأس ألمانيا للموسم الحالي 2022-2023 بعد فوزه العريض على فريق أوكسبورغ بنتيجة 5-2، وده في اللقاء اللي جمعهم امبارح على ملعب أمبولس أرينا ضمن منافسات الدوري الثاني أو الدور الثاني من المسابقة. كمان اتأهل فريق بروسيا دورتموند لدور 16 من بطولة كأس ألمانيا بعد فوزه على فريق هانفور بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على ملعب أولد أرينا، وده كان ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا.